بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ على الى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. نبدا النهارده، عايز اقول لكم نصيحتين معلومتين، شوف عايز سميهم ايه وسميهم براحتك خالص. احنا كل يوم بنصحى الصبح بننقل لنفسنا بكتيريا من غير ما نكون حاسين. بمعنى ايه؟ بنصحى الصبح اول حاجه بنعملها بندخل الحمام، نخش الحمام نحط ايدينا تحت المايه نغسل ايدينا ونغسل وشنا، ده غلط خالص. بننقل بكتيريا من مكان نحطها في مكان تاني، ما عملناش اي حاجه خالص. احنا المفروض بنخش الحمام نغسل ايدينا نقوم منشفينا في فوطه، بعد كده نقوم غاسلين وشنا. دي يعني طبيعي ان ده يحصل اساسا. يعني نقوم الصبح من على السرير، بسم الله الرحمن الرحيم، دخلنا الحمام غسلنا ايدينا نشفنا وبعد كده حطينا ميه على وشنا، ده تمام قوي. لكن اقوم الصبح اغسل ايدي، انا اشرف وشي، انقل البكتيريا من ايدي لوشي، فده شيء غلط خالص. دي اول. المفروض اساسا كل واحد ليه فوطه شخصيه بنفسه فقط لا غير، وفي فوطه تانية ثابته في الحمام، وفي فوطه اساسا للضيوف، والفوطه دي بتتغير يعني يوميا، لازم تتغسل، لازم تتظبط، لازم تبقى كويسه. ليه؟ كل دول هيسبب لك انت ما نظفتش الفوطه، كسلت، ما حطيتهاش في الغسيل، سبب لك بكتيريا، سبب لك عدم نظافه، سبب لك حاجات كتير جدا. طب ليه؟ ما انت من الاول خالص خلينا يعني الحاجه تبقى نظيفه مره واحده. تاني حاجه مهم جدا جدا، بسمع الشباب كتير يقولوا لي او بشوفهم اداني حالق دقنه وكلها حبوب، تعبان، وشه في التهابات، في حاجه غلط. طيب ايه المشكله؟ ان هو دلوقتي مثلا لما يكون ما عندوش خلفيه لحاجه ونفهمها له. اول حاجه بيمسك الفوم على طول كتير كده في وشه وملخبط وشه بطريقه فظيعه. يعني الفوم، هو فاكر ان الفوم هو اهم حاجه في الحلاقه، يعني لا بالعكس، كل واحد ليه بشره معينه عن التاني خالص، كل واحد تختلف بشرته عن التاني خالص. في واحد مكنه الحلاقه الكهرباء تبقى كويسه جدا في وشه، في واحد تاني مكنه الحلاقه العاديه تبقى كويسه جدا. لكن بقى هم يحطوا الفوم على طول كده، ده غلط خالص. لكن اول حاجه بتحط الفوم وتخليه بتمشي كده انت بطريقه دائريه كده بتظبط الفوم كويس جدا، على مش بكتره، على قد الحته او المكان اللي انت هتعمل فيه. نفس الكلام للبنات برضو، الكريمات مش بكتر الكريمات، انت بتتعبي نفسك بالفاضي على الاونطه، كل ده غلط. اما انما انت بحاجه معينه او انت بحاجه معينه تقدر تعمل كل القصه دي كلها بحاجات بسيطه. هتنظف دقنك، هتشيل دقنك، هتحلق دقنك في البيت، كل ده كويس جدا بطريقه مظبوطه بطريقه صحيحه. هعمل ايه؟ اول حاجه هبدا حته صغيره، باللي بعدها باللي بعدها باللي بعدها، خلاص انا حلقت ده. لكن احلق دقني بقى واقعد اتعب نفسي وبتاع، طب انت كده هتنزل تاني يوم الصبح هتطيق نفسك وبتقفل مسام وشك وكلها حبوب وكلها تعب، وانت طب ليه؟ انت بتتعب نفسك بكتير جامد جدا، ده شيء غلط خالص. يا رب اكون وصلت لكم المعلومه وتكون فادتكم، وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان الفيديو يعجبكم ان شاء الله.